بسم الله الرحمن الرحيم. انا المواطن محمد احمد، وان شاء الله بنتمنى من الرئيس القادم. يعني انا اول امنيه ليا في مجال شغلي اللي هو استيراد والتصدير. طبعا احنا دلوقتي بنصدر المنتج المصري، فبنعاني من مشكله بره بتقابلنا لما نيجي نسلم البضاعه للزبون اللي من بره، ان الجوده ما بتكونش زي المتوقع او زي المفحوص يعني. فنتمنى ان شاء الله مراقبه للجوده المصانع والاشراف على المصانع. وبنتمنى حاجه تانية، الفجوه بين الدولار في السوق السوداء والبنك، ان شاء الله البنك المركزي تحت اشراف الرئيس القادم ان هو يقدر يتحكم في الكلام ده عشان يكون السوق المصري مستقر، ونبدا نجذب ايه للدوله دولار من بره عن طريق المستثمرين. وطبعا في مجالات تانية كتير غير مجالي، التعليم والصحه زي حياة كريمة، ده مشروع ممتاز جدا، ونتمنى ان شاء الله ان هو يكمل وتكون مشاريع زيه في مصر كتير يعني يستفاد منها المواطنين، وانا بصفتي استفاد منها كمواطن مصري يعني.